نعم، متواجدون مرة أخرى في محافظة اللاذقية، مدينة جبلة، في حي العسالية أو بريج. نعم، هذا الحي الذي كما ترون شهد حقيقة آثار عديدة من جراء الزلزال الذي عصف في الأراضي السورية وخلف عدد من الضحايا في مدينة جبلة. حد هذه الساعة وصلت الأرقام إلى 314 ضحية، 250 جريح ومصاب. كذلك تمكنوا كذلك من جمع أشلاء في كيس لم يستطيعوا حقيقة التعرف عليهم أو حتى على عددهم. نحن هنا في بريج للتعرف أكثر حول ما حدث هنا. معي الأخ أيمن. أيمن، تعرفني على اسمك لو سمحت. أيمن عباس. أخي أيمن، شو اللي جرى بالضبط؟ فقنا الساعة 4:15، الدنيا عم تهز فينا، عم تاخذنا يمين وشمال. طلعنا لبرا شفنا البناء عم يتهدم، ركضنا، وصلنا في عنا بيت أخي. وصلنا أول شي لبيت أخي، كان طفل عمره 2 سنين متوفي. الأم والأخ الأكبر كانوا نجوهم العالم، أخذوهم على المشفى. طبعا كله بفضل رب العالمين. في البناء اللي نحن واقفين قدامه كان في 5 اشتغلوا بشركة الغاز، كمان طلعوا، في راح جرياتهم، وفي مرة وابنها طلعوا كمان عن البلكونة فطوا اجوا على الأرض مع وصول البناء على الأرض. عنا هون 9 بنايات نازلة على الأرض. يعني بلغتني ابن أخيك كذلك. ابن أخي، هي المفروض ابن أخي يوسف ابن آصف عباس، عمر 2 سنين. سنتين تعيش تترحم. طبعا كله هذا قضاء وقدر، قوة الله سبحانه وتعالى. وكان الإنسان عاجز أنه يعمل أي شيء عن بهالموضوع هذا. يعني الله يرحمه ويرحم جميع اللي راحوا، نحسبهم من الشهداء. وتعازينا القلبية لكم يا أخ أيمن، والله إن شاء الله يصبركم على مصابكم. حالنا حال الجميع، مو حالي أنا لحالي أو خيي، حال الجميع. جميع المنطقة هون تركيا، كل المنطقة ضربة زلزال، مو حالي لحالي أنا. والله يكون بعون البشر، والله يصبر العالم جميعا، راحت عائلات كاملة. آمين يا رب. أشكرك أخي أيمن، تعازينا القلبية لك ولكل الضحايا ولكل حقيقة الإنسانية. يعني كما ترون خلفي هناك معلومة بلغت إلى فريق الإنقاذ الإماراتي، يعني احتمالية وجود أحد الضحايا نحسبه من الناجين إن شاء الله في هذه المنطقة بين هذا الركام. لذلك شرعوا في عمليات البحث والتقصي عبر الوسائل المتاحة. كما ترون خلفي المشهد، فريق الإنقاذ الإماراتي الآن ينتشر في المكان بأدواته، بمعداته، بوسائله كذلك الحديثة. هذا الفريق يعني حاز على الاعتراف الدولي حقيقة، تبعا للعمليات التي أدارها طوال العقود الماضية. جهود حثيثة متواصلة. ونذكر كذلك بأن ما يحدث هناك تنسيق دائم بين الجانب السوري والإماراتي على الأراضي السورية، بحيث يتم توزيع المناطق وتوزيع المباني والمدمرة حسب طريقة منهجية، فبالتالي يتم التحرك وفقا لهذه المنهجية. إذن مشاهدينا الكرام، هذه صورة لما يحدث هنا. يعني كذلك قبل قليل طلب منا الابتعاد قليلا كي يتمكنوا من الاستماع إن كانت هناك روح أو إن كانت هناك أصوات أو تمتمات تنادي. أي نعم، الساعات والأيام طويلة وعديدة مرت على انقضاء الزلزال، ولكن كما أثبتت القصص الواقعية التي نشاهدها بشكل مستمر. يعني يوم أمس هناك
هناك ناج، هناك ناجية، ويوم واليوم الذي قبله هناك ناج وناجية. يخبرني أحدهم قبل قليل بأنه تمكنوا من العثور على أب وأم فارقوا الحياة بينما أبناؤهم التوأم على قيد الحياة. قصص عديدة مأساوية تختلط حقيقة أحيانا بالأمل عند الوجود أو عند العثور على ناجٍ.